بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم. صراحة سمعت التصريحات جمال بالماضي من ساعتين أثناء مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول، بس قلت بعد ما خلص المباراة نقعد نتكلم في تصريحات جمال بالماضي بهدوء. أنا مش جاي هنا بنقل تصريحات، أنا جاي هنا بعمل رد فعل على التصريحات، دي بتفرق عندي. رد فعل على التصريحات يعني في تصريح لو ما عجبنيش ممكن أقول إنه هو ما عجبنيش، ممكن أقول إنه هو مش حقيقي. فحضرتك لو جاي عايز تسمع كلام كله إيجابي وكله كلام بيقول إن المدرب على حق في كل اللي قاله، فاتفضل غادر الفيديو من دلوقتي. أما لو أنت عايز تسمع أي حاجة ومستعد للخناق بعد الفيديو فأهلا وسهلا بيك. هنتكلم على التصريحات. أكد جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر إنه يتحمل مسؤولية انتكاسات التي تعرض لها المحاربون خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون. بحترم جدا الكلام ده، خصوصا ان هو قاله بعد الخروج مباشرة بعد مباراة كوتيفوار، طلع قال الكلام ده. ففكرة انك تبدأ الندوة بان انت مستمر في نفس الكلام هو فدي حاجة محتاجة عليها الشابور ريسبكت، انك بتحمل مسؤولية للمرة التانية. صحيح انني فضلت التريس واخذ كامل وقتي لدراسة اسباب هذا المشوار المخيب، لكننا يتحمل مسؤولية الاقصاء والخروج المبكر من كان الكاميرون. كويس انك قعدت فترة لحد ما قررت انك تطلع تتكلم على الاسباب. استمنى ان الاسباب تكون منطقية زي كل الكلام ده. للأسف اعتقد اننا دفعنا ثمن التحضيرات المتذبذبة لكي ان الكامون، خصوصا انها كانت في ظروف كارثية في ظل تأخر عدد من اللاعبين في الالتحاق بنا الى جانب ازمة الى جانب اصابة البعض بفيروس كورونا. الكلام ده كله عنده حق فيه، لان للامانة الفيفا لما قرر ان هو يدوس على المنتخبات الافريقية ويبعدش اللعيبة الا قبل البطولة باسبوع، اعتقد ان ده كان قرار غبي من الفيفا وظلم المنتخب الجزائري، لانه كان عنده لعيبة محترفين كتير كانوا محتاجين ان هم يخشوا مع المجموعة. وللأسف الشديد ما حصلش، لان التحضيرات زي ما الراجل ما كان بيتكلم كانت متذبذبة، لان محدش كان فاهم البطولة تلعب ولا لا. نكمل. حرس الكثير من الامور التي اربكت حساباتنا في معسكر قطر، ومن بينها حالات الاصابه بفيروس كورونا. ففي معسكر قطر كان لدينا 5 لاعبين فقط لم يصابوا بهذا الفيروس، فيما عانى البقيه بين طاقم فني واداري وطبي من الاصابه. انا فاكر الكلام ده كويس لما بلايلي وبغداد بنجاح كانوا بيعانوا من الكوفيد في معسكر قطر، بس واضح ان كان في حالات كتير تم التكتم عليها وتم اعلان بلايلي وقتها بس، هو وتوباي، اسف ما كانش ساعتها بغداد، لا كان بلايلي وتوباي. فواضح ان كان في حالات كتير وتمت تكتم عليها وتم اعلان ان في حالتين ثلاثة بس عشان خطر الدنيا ما تبص، بس واضح ان الدنيا كانت بايظة خالص في المعسكر. اللعبة في تلك الظروف الصحية اربكنا كثيرا، خصوصا اننا اصبحنا نستيقظ كل صباح ونحن خائفون من تحديد قائمة اللاعبين المتاحين بسبب فيروس لاين. فعلا الكلام ده حقيقي ومنطقي، والكلام ده كان بيحصل للاسف الشديد، ان انت في لعيبة بتروح تعمل تحاليل تلاقي ان هم مش معاك، وفي لعيبة بترجع من التحاليل تلاقي ان في ناس تانية دخلت في الدايرة دي وبقت بسم الله ما شاء الله مش عارف انت تشتغل مع مين، لان انت ممكن تشتغل مع مجموعة لان المجموعة دي راحت عملت تحاليل طلعت النتائج ايجابية، فتلاقي نفسك بسم الله ما شاء الله كل الشغل اللي اشتغلته ده راح في مقابل ان النتيجة طلعت ايجابية بتاع التحاليل. فالموضوع كان صعب جدا. اجراء مباراة سيراليون في توقيت متقدم اثر كثيرا على مستوى المحاربين في اول المباراتين، وتسبب في خروجهم بالتعادل السلبي بسبب الحرارة المرتفعة والاداء الدفاعي للخصم. دي برضو من المشاكل التحضيرية، بس بالنسبة لك انت كمدير فني لان انت حضرت غلط ورحت قطر، مع ان مفروض ان قطر نفس الاجواء هي نفس الحر وهو، بس انت لعبت في قطر في توقيت نوعا ما كان يديك اريحية لما لعبت قدام غانا. فتوقيت مباراة غانا لو كان بدري شوية اعتقد ان هي بقت في ظروف متشابهة، بس مباراة غانا كانت لا تعبر عن مباراة سيراليون لان الاجواء كانت مختلفة تماما. فممكن التحضير اساسا في قطر كان غلط، بس دي عنده حق لان الحرارة كانت مرتفعة وهو يعني حس ان هو مفاجأة، اللي هو انت بتحضر في حتة جيت لقيت نفسك في حتة تانية خالص، بس اعتقد دي حتة حسب هو عليها. المتابع لمشوارنا يؤكد اننا اكثر منتخب صنع فرص امام المرمى، الحقيقة ما حدش يقدر ينكرها خالص، لكننا للأسف لم نتمكن من التسجيل، وهذا الأمر ساهم أيضا في خروجنا من الدور الأول. دي حقيقة، لو المنتخب الجزائري كان سجل الفرصة بتاعة إبراهيمي كان فرق جدا معاه في ماتش سيراليون. وعلى فكرة حتة بتاع الدفاع بتاع سيراليون دي عنده حق، لأن حارس سيراليون وقتها كان قلب مانويل نوير، فحارس سيراليون وخط دفاع سيراليون عمل مباراة كويسة جدا. وحتة الفرص دي حقيقة أكتر منتخب صنع فرص في الدور الأول كله كان منتخب الجزائر، وأكتر منتخب برضه فشل في التسجيل وكان منتخب الجزائر للأسف. انتقادات لزعل لهيئة التحكيم على مستوى الاتحاد الافريقي، عنده حق جدا جدا، اي حاجة يقول على الاتحاد الافريقي عنده حق فيها، بسبب اسناد مهمة ادارة مباراة فريق كونغو غينيا الاستوائية الى حكم من غواتيمالا.
هي قصه في قصه قصه قصص تحكيم دي كتيره قوي في الاتحاد الافريقي، ما حدش فاهم في اي حاجه. تعيين حكم من جواتيمالا لاداره مباريات في افريقيا امر غير مفهوم تماما. عندك حق فعلا، ما حدش فاهم احنا بنلعب في كاس افريقيا ولا بنلعب في كاس العالم ولا كاس اوروبا. جاب لي حكم من جواتيمالا بس يلا. لكن هذا الشخص كان يحاول اكلنا في كل مره كنا نحاول التحدث معه، فما بالك الاحتجاج على قراراته. لا اكون فاهم بصراحه، في حاجات غريبه قوي بتحصل في القاره دي. اكد جمال بالماضي المشوار الثاني مواجهه منتخب كوت ديفوار في الجوله الثالثه كان الأسوأ في مشوار التدريبي حقيقه جدا 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 جدا. وقبلهم للامانه كان مباراه بوركينا فاسو الشوط الثاني في ملعب مصطفى شاكر كان ماتش سيء جدا 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 خصوصا في الشوط الثاني. قال مدرب الجزائر لا يريد العوده كسريع من الخلف، لكن انا اقولها بكل صراحه الشوط الثاني هو الأسوأ. انتوا بتعيدوا ولا نتيجة مباراة سيريلون وغينيا الاستوائية وضعتنا تحت الضغط، وهذا ما استغله المنتخب الايفواري. فعلا المنتخب الايفواري كان عنده اريحية كبيرة جدا من الماتش الثالث. المنتخب الايفواري كان كده كده صاعد. الناس دي امتلك لاعبين افضل منا من الناحية البدنية، والحتة دي اللي احنا اتكلمنا فيها هنا في المباراة بتاع كوت ديفوار والجزائر، ان لاعيبة المنتخب الايفواري عندهم قابلية ان هم يلعبوا في اي ملعب في العالم، لان الاجسام والبنية والطبيعة نفسها بتاع اللعيبة بتختلف كتير جدا عن طبيعة لعيبة المنتخب الجزائري. حاولنا للأسف الزج بدماء جديدة في مباراتنا الأخيرة، لكن للأسف الظروف لم تسمح لنا بتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصا الهدف الأول لكوت ديفوار كسر من عزيمتنا. هنبدأ هنا بقى الكلام اللي بيزعل. موضوع الدماء الجديدة ده مش حقيقي، واي حد متابع للمنتخب الجزائري عارف ان مفيش دماء جديده تم ضخها في المنتخب الجزائري النسخه دي، بل بالعكس انت رجعت للشغل القديم اللي هو ياسين ابراهيمي وفيغولي و4 1 4 1. بس للاسف عدلان جديوره ما كانش موجود، وكان معاك لعيبه زي بن ناصر اللي فقدته في اول مباراه، ولعبت بلعيب زي بالكبلة، كان معاك لعيب زي رامز زروكي يرجع لك متاخر. لو انت حاسس ان اللعيبه دي كانت دماء جديده فدي مشكله كبيره جدا، ولو حاسس ان حسين بن عياده كان دماء جديده فده ما كانش حقيقي. دي ما كانتش دماء جديده، دي كانت لعيبه بتنزل علشان خاطر انت كان خلاص المباراه خلصت منك، فده مش ضخ دماء جديده خالص. صراحة على كتب شرط التحضير لمباراتات دور الفصل المؤهل لنهائيات كاس العالم امام الكاميرون بعد الخروج من الكامب يومين، كويس جدا لان هو عارف كويس قوي ان اللي هيصالح الجزائريين هو الصعود لكاس العالم، وفكرة انك تحضر بدري قوي لمباراة الكاميرون فكرة ناجحة جدا جدا جدا. فانا لا اريد تضييع المزيد من الوقت، كويس جدا. انا اتحدث عن المباراتين الاهم بالنسبة لي في المسيرات التدريبية، هذا ليس الامر شخصي بل لأنني جزائري مثلي مثلكم، وأتمنى أن أقود بلادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستجرى على أرض عربية وفي بلد مسلم، ولا يعقل أن نغيبها عن هذا الحدث. إن شاء الله بإذن الله الجزائر مش هتغيب على الحدث ده، وفعلا حاجة كويسة إنك تبقى حاطط على كاهلك أو تبقى متحمل مسؤولية إنك توصل المنتخب بتاعك لكأس العالم. بس برضه هما المباراتين دول هيفرقوا في مسيرتك أنت كمدرب، لأنك لو حصل أي دروب لا قدر الله الموضوع هيكون صعب جدا إن الكلام عن استمراريتك في المنتخب الجزائري تبقى متاحة. كلام من بعيد دلوقتي انك مستمر مهما كانت النتيجه، بس لو لا قدر الله حصلت ظروف تانية ما اعتقدش انك هيتسمع عليك، ودي حاجه لا اتمناها. فهم فعلا مباراتين مهمتين جدا لجمال بالماضي في مسيرته التدريبيه وفي تاريخه التدريبي، يا اما هتكمل وترجع بمنحنى تصاعدي تاني خدت الفرقه من تحت رجعت بيها لفوق تاني، يا اما الوضع هيكون مش مثالي جدا ليك. واتمنى بصراحه انك ترجع تاني للمنحنى التصاعدي وانك تكون موجود في قطر 2022. أندي دولور مهاجم نيس لم تعد موجودة ضمن أجندته، أنا قلت الكلام ده كتير على قصص أندي دولور، إنه أندي دولور مش هيخشها تاني طول ما فيها جمال بالماضي. على أن تلبية نداء الوطن واجب على كل لاعب، حقيقة جدا جدا، هو اللاعب فضل مصلحته الشخصية، وحتى أرقامه نفسها ما تخليكش إنك تتراجع عن المبادئ بتاعتك، يعني هو أرقامه مش واو، فمش هو اللعيب اللي هتقرر إنك تتخلى عن كل المبادئ بتاعتك وكل الحاجات اللي أنت مؤمن بيها علشانه. أقولها الآن وعدها، لقد طويت صفحة ديلور نهائيا ولم يعد أبدا ضمن أجندتي، وحتى أبسطها أكثر اللاعب طلب مهلة لمدة عام ولم يمر منها سوى 15 حلو العالم. أنت قلت لي أنا عايز سنة حتى خمس شهور بس، وأنت طلعت تعيط اللي هو أنت طلبت سنة صح فاكر؟
انا بقى بقول لك ان عدى منهم 5 شهور بس، انا بعدهم لك على فكره. انا ما لحقتش دي بصراحه، اللي هو انت قلت انا عايز سنه، انا سايبك 5 شهور بس وعمال تتحايل عليا من شهرين، اللي هو انت قلت حاجه ومع ذلك جيت في نصها وعملت عيل. بس انا لسه ملتزم بكلمتي، انت مش قلت سنه، انا متفق معاك في السنه، لما السنه تخلص نبقى نرجع نتكلم. وبالتالي لا يمكن نضمه. اللي هو زي ما قلت لك، انا عدى 5 شهور بس، لما اعدي السنه نبقى نرجع بقى نتكلم مع بعض على فكره انك ترجع تنضم ولا لا. انا لا اهتم ابدا بهذا النوع من اللاعبين، فقد وافق على البقاء احتياطيا في نيس ولم يقبل الجلوس على مقاعد البدلاء معنا. وهنا يكمن الفرق، فعلا عندك حق، لان لعيب انت كده كده ما بتلعبش في نيس، ف وقبلها ما كانش بيلعب في مونبلييه، فانت موافق انك تقعد على الدكه وعايز تاخد فرصه علشان تثبت نفسك، صح؟ ما تثبت نفسك ومنتخب بلدك وبكرامتك، والمشكلة انك قعدت ما خدتش فرصتك ولا لعبت ولا عملت اي حاجة، فانت كان اكرم لك انك تروح تلبي نداء الوطن وتقعد على الدكة برضو مع المنتخب الجزائري، لانك مش الواو اللي حاجز مكانه في المنتخب. فبصراحة الراجل عنده حق، وفي ناس تقول لك ده احسن مهاجم متاح. احسن مهاجم متاح بقى مرة ايه يعني؟ احسن انا افضل ان الراجل يروح يدور على مهاجمين بلوزداد ومهاجمين وفاق سطيف، عن ان هو يروح يدور على لعيب عنده 30 سنه وكان بيتنطط عليا وجه في نص التنطيطه وقال لك انا مش لاعب، انا عيل ليه بيرجعني. بصراحه تصريحات كويسه جدا وتصريحات مميزه جدا، بس انا كان نفسي نتطرق لحته المعسكر بتاع نيجيريا، لان انا سمعت كتير على فكره ان هو عايز يعمل معسكر في نيجيريا، بس ما اعتقدش ان هو الموضوع بقى حقيقي، لان الفيفا مش هتخليك توقف كتير علشان يبعتوا لك اللعيبه بتاعتك تروح تعسكر بيهم في نيجيريا، لانك اغلب العناصر اللي انت بتعتمد عليها هم عناصر محترفه، فالفيفا مش هتديك وقت ان هو تروح تجيب اللعيبه المحترفه دي تروح تعسكر بيها في نيجيريا. كان نفسي صراحه نتطرق لموضوع نيجيريا، بس بصراحه كلام محترم جدا جدا جدا، كلام محترم على قصه الخروج، كلام محترم على الاصابات بتاع الكوفيد، وان انا غاب من عندي لعيبه كتير، وان انا كان في 23 حاله اصابه، بس الموقع هنا مش ذاكر الكلام ده، في مواقع تانيه ذاكراها، كلام محترم على اندي دولور، كلام محترم على انك مستمر في تحمل المسؤوليه. النقطه الوحيده اللي عندي فيها خلاف معاك هي قصه ضخ دماء جديده، الكلام ده ما حصلش. الكلام ده ما حصلش، يعني 5 6 تصريحات منهم 4 حقيقيين جدا جدا جدا، وحته اندي دولور برضه حقيقيه جدا جدا جدا، بس الاختلاف الوحيد معاك في قصه الضخ الدماء الجديده، لا اكتر ولا اقل. توقيت مثالي جدا للكلام، لان في ناس كتيره جدا بدات تقطع فيك، وفي سكاكين كتيره قوي بدات تتجهز، توقيت مميز جدا انك تطلع تتكلم تدافع عن نفسك، تطلع تبرر كل اللي حصل معاك. تصريحات كانت موفقه جدا، توقيت الظهور كان موفق جدا، كلام محترم من مدرب محترم جدا، اتمنى ليه التوفيق. انا من الناس اللي بتحب الراجل ده من ايام منتخب قطر، ومن الناس اللي كنت بشجع الدحيل عشان هذا المدرب. بس خلصنا بقى الفيديو على كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو شايف ان احنا ممكن نتخانق على قصه ضخ الدماء الجديده دي، انا مستعد اكمل معاك في الكومنتات وهنرجع لضخ الدماء الجديده دي تاني. لو عجبك بقى الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فبرضه رايك واحترامي.